إن شاء الله راح نتكلم عن في هذا الدرس عن المراهقة المتوسطة والنضج البيولوجي والجنسي. في المراهقة المتوسطة والنضج البيولوجي الجنسي يحصل بعض النمو في الشعر على الوجه، ينبت الشعر على الوجه ويتغير الصوت عند الأولاد، ويزداد الفضول حول كيفية الحمل والولادة، وأيضا قد يصبح العاد يعني قد تصبح بعض المشاكل مثل الحب، قد ينمو الحب في هذه الفترة وهي المراهقة المتوسطة وعلاقتها بالنضج الجنسي البيولوجي الجنسي. من المهم نشر بعض الثقافات المهمة والمرتبطة بالتقاليد المجتمع في هذه الحالة عشان يتم إفهام هذا الطفل أو المراهق مفهوم الحب وعلاقته بالجنس والزواج إلى آخره. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي.